ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع خبيرة التجميل. وقبل ما تكون خبيرة التجميل وميك اب ارتست فهي صديقتي جدا شروق الجهري. ازيك يا استاذ شروق؟ الحمد لله كويس إيه؟ بخير الحمد لله. الاسبوع اللي قبل ده وبتنوريني النهارده وان شاء الله تنورينا على طول كل حلقه باذن الله. ان شاء الله. ايه الحلاوه دي بقى؟ عشان هي اسراء حلوه اصلا. جايين تجاملوا بعض في الحلقه صح؟ ايه رايك يا امي؟ ده لوك ايه بقى يا استاذ شروق؟ ده لوك سيمبل خالص. يمشي برايدل بس طبعا هيتقل شويه يعني كده بس ده كده لوك سيمبل. انا عايز اقول لك ان يعني اسراء كانت معانا كذا حلقه من افضل اللوكات اللي اتعملت عليها هو اللوك كده. ميرسي جدا حقيقي بجد والله. ميرسي. طيب قولي لنا بقى انت يعني ده لوك كاجوال عادي إيه لوك كاجوال اه لو خروج عادي تخرجي ايه يعني يمشي خروج طبعا. لانه عادي خالص ما فيهوش اي حاجه. طب احنا دلوقتي لو نزلنا بيه كل يوم زي ما هو كده هل ده بيجهد البشره؟ طبعا اكيد وخصوصا لازم ان هي تبقى في عنايه شويه بالبشره بتاعتها. هي البشره بتاعتها في مشكله تقريبا صح؟ ايه البشره بتاعتها في مشكله يعني لا لا مفيش حاجه بس هي يعني كويسه. دي بشره ايه بقى؟ دهنيه ولا جافه ولا مختلطه؟ دي بشره مختلطه. مختلطه صح؟ اجابه صحيحه فعلا هي هي فعلا مختلطه. طب انت ايه اصعب بشره بتقابلك في الميك اب؟ البشره الدهنيه. ليه بقى اللي بيحصل فيها؟ البشره الدهنيه بتبقى فيها دهون يعني بتبقى فيها دهون كتير وبتبقى بتلمع وكده وبيبقى فيها حبوب. بيبقى في يعني لما بيبقى مثلا في اي حبوب مثلا ولو حد مثلا لعب في الحبايه او كده بتسيب اثر وبتسيب بقع كتير وكده. ده في حاجات بتداري؟ طبعا الكوريكتور بيداري الكوريكتور الاورنج بيداري اي اثر للحبوب. طب الميك اب اللي انت حاطاه لاسراء ده ينفع في مناسبه؟ مناسبه زي خطوبه؟ انا شايفه ان هو سيمبل. سيمبل خالص لا ينفع هيبقى مناسبة؟ عايز لا لا يعني هيتقل شويه. طب ممكن تقول لنا الفرق بقى بين البشرات؟ يعني في بشره جافه وفي بشره دهنيه وفي الفرق بينهم؟ في بشره دهنيه وفي بشره مختلطه وفي بشره جافه. البشره الدهنيه بتبقى كلها فيها زي زيو يعني انا بشرتي دهنيه تمام. البشره المختلطه اللي هي التي زون تبقى هنا. انا حضرتك السؤال ده ليه؟ عشان اي ميك اب ارتست لسه مبتدئه بتتفرج علينا دلوقتي تتعلم ازاي تتعامل مع كل بشره من دول. اوكي. التي زون تبقى هنا كده دهني. هنا بتبقى جاف شويه. الجافه بقى بتبقى تبقى ناشفه شويه. ناشفه. حاده. بس فدي انا بقدر ان انا اتعامل معاها بقى بالبرايمر بالكريمات اللي هي الترطيب. بس طبعا يا امي انت فاهمه هي جدا بتعمل ايه يعني هي فاهمه هي بتقول ايه. هدخل عليها دلوقتي في حاجه ثانيه تفيدني. خش عليها. طب انا دلوقتي لو رايحه مناسبه اوكي ومش عايزه مثلا ابين مثلا عظمه في الانف مثلا الكونتور بيصغر الانف بيدي شكل للخدود شويه وبتقدر ان انت تصغري بيه الانف. لما اجي اصغر بقى بيبقى كده على طول بالطول ولا بتنزل كده هنا؟ لا لا لو انت مناخيرك عريضه شويه من هنا لازم هتنزلي الكونتور كله لحد المناخير. تمام. لو مش عريضه شويه لا بتبقى عادي بتبقى من على حسب بقى بيبقى على حسب شكل كل واحد. تمام. والخط ده بقى بيبان اصلا ولا بنداريه يعني بمسحه بعد ما بخلص ما بيبان؟ ما بتمسحيش بتبلندي الكلام ده. مفيش مسحه طب لما حطيتيه مسحتي مش هيبقى فيه اي حاجه جديده. طب في خامات او ماتيريال معينه انت بتستخدميها؟ بص انا الماتيريال انا الماتيريال كلها بتاعتي اصليه هدى اوريجينال هدى بيوتي ايف سان لوران اوفرا. فطبعا كل ما الماتيريال كانت اصليه وكل ما كانت براند كل ما اللوك طلع احلى. طب ايه هي بقى يعني ايه هي اللي بتداري الديفوهات بتاعت المناخير اللي بتداري الديفوهات؟ الكونتور. ده بيداري الـ يعني بيرفع بيصغر المناخير بيدي شكل الخدود. في كونتور لبشره معينه ولا كل لا لا لا, لا كل واحد كل واحد. معلش يا ايمن انا ما اعرفش بص في البشرات ما بتختلفش بس بيبقى لازم انت تديها الاول البرايمر ولازم يبقى الاساس بتاع الميك اب نفسه صح. وبرده لازم الماتيريالز كلها تبقى ماتيريالز عاليه شويه.
وتبقى براند وتبقى اصليه. انما لو الماتيريالز اللي هي العاديه دي لا ما بتطلعش لوكات. شايفك عايزه تسالي تاني سؤال برضه تخش على سؤال تاني. اصلا انا الحلقه دي بصراحه فادتني انا جدا. انا لما مش انا بقى لما حد مثلا تفيدي بايه اللي بيعمل الميك اب وبعد كده بيحط الرموش. هو المفروض الرموش تتحط بعد الميك اب ما يخلص خالص صح؟ ايه الرموش بتتلزق بعد ما الميك اب بيخلص اخر حاجه صح؟ او قبل الاخر يعني. طب تنصحي بايه بالعروسه ان هي تحط الميك اب بتاعها؟ يعني تحطه اوفر تحطه سيمبل؟ دي بتبقى السيمبل والاوفر بيبقى على حسب الدريس اللي هي لابساه. تمام. بس العروسه الدريس بتاعها ابيض. اوكي تمام. انا عارفه انه ابيض بس ممكن يبقى فيه دريس يبقى في ستراس كتير الشغل مثلا فيه كتير فيبقى لازم تعمل له اللوك بتاعه يبقى نفس الشكل بتاع الدريس. ممكن الدريس يبقى سيمبل فده عادي بتلاقي الميك اب برده بيبقى سيمبل بيبقى هادي بس. طيب اللانسز اللي كان يليق على الموديل دي لانسز ايه؟ جراي. يعني مش اللي هي حطاه ده؟ لا واللي هي حطاه برده ماشي معاها. انت حطاه جراي؟ مش واخده هو جراي بس انا مش واخده بالي منها. طب واللانسز اللي على ايمي؟ هل هو لايق على الميك اب بتاعها؟ ايه اللانسز اللي يمشي مع بشرتي؟ بصي انا دايما بفضل الجراي او هو الـ الـ العسلي. العسلي اكتر لونين حلوين جدا وبيمشوا مع اكتر البشره. طب انا الميك اب الهادي يبقى حلو فيا ولا الميك اب اللي هو الاوفر؟ اه إيه؟ انت الاوفر بيبقى على حسب. طب لا ده انت تعملي لي بقى ما انا بقول لك ان شاء الله الاوفر بيبقى على أجاوب أنا يعني السؤال مش ده يعني انا حاسس ان الاوفر هو اللي هيمشي معاكي معانا. دي اجابه مني صريحه. لا 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 والسيمبل برده يمشي معاها. السيمبل برده الالوان النود والكشميرات تمشي معاكي. طيب دلوقتي انا ازاي اختار الميك اب للعروس؟ هل هو زي ما انت قلتي على حسب الفستان ولا على حسب البشره؟ على حسب الدريس ان كان سيمبل او ان كان سيمبل او كان هادي. طيب هندخلك بقى في حته ايه الخلطات. انت اكيد لما بتصحي من النوم الصبح في خلطات معينه لازم بتعمل روتين اليومي إيه هو بقى كل يوم اليومي؟ الصبح يعني انا مثلا انا بشرتي دهنيه اللي هو الحاجات اللي انت بتعمليها. انا بشرتي دهنيه تمام بغسل بالغسول تبع البشره الدهنيه. ما بفضلش اي غسول لاني مش كلنا بنبقى زي بعضنا في يعني عادي يعني كل واحد يجيب عادي على حسب امكانياته الماديه. بس لازم يبقى تبع كل بشره يعني بشره دهنيه بشره مختلطه بشره جافه كل حاجه ليها غسول. طيب تعال البشره اللي قدامنا دي ايه الوصفه اللي تنفع ليها؟ بص هو الروتين اليومي واحد. اول حاجه الغسول بعدين التونر عشان بقفل بيه المسام. بعد كده مرطب. وبعدين بس يعني هي غسول وتونر والمرطب. لكن انت دي يعني او نايت بقى نفس القصه بقى بعملها بالليل. القهوه انت عايز ماسك؟ اوكي. مثلا في ماسكات لو مثلا تفتيح البشره في ماسك بسيط جدا مايت ورد واللي هي البودره بتاعت الاطفال. على المايت الورد وبتحطه على بشرتها بس بنبعد عن الجزئيه بتاعت العين خالص. خالص تمام. مثلا لو انا بشرتي دهنيه وفي حبوب كتير هعمل ماسك القرفه. معلقه قرفه كبيره ومعلقتين عسل ابيض وبرده بحطهم على البشره كلها. او ماسك الترمس المطحون دوان برضو بعمله. بجيب معلقه ماسك ترم سوري معلقه ترمس مطحون مع ميه ورد حلو وبرده بحطه برضو على بشرتي. طيب يا جماعه يعني يا ريت الناس تركز في الاستاذه شروق قالت لنا ويعني تستفاد منه بجد لان الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. عايزين دايما الحاجات الطبيعيه بتبقى حلوه. طيب كلمينا بقى على الصوره دي واللوك ده كان لوك ايه؟ اللوك ده يمشي سواري ويمشي برايدل. دي بشره ايه؟ دي كانت بشره ايه؟ دي بشره دهنيه. الفيسبوك بتاعك اهو ظهر للناس مكتوب صح زي ما انت عايزه بالظبط. مكتوب صح المره دي اهم حاجه. اهم حاجه. ودي كانت عروسه صح؟ دي برايدل. دي كانت بشره ايه بقى؟ دي بشره جافه. وده لوك ده لوك زفاف. ده زفاف. تمام. ايه يا ايمي ايه رايك؟
تحفه جدا تحفه. تسلم ايدك بجد يا شيف. دي طالعه من ايد سلمى متولي. لا جميل جدا. شفت بنعمل لك دعايه اهو. تسلم ايدك بجد يا شيف. تسلم حبيبتي. ودي طبعا يا جماعه دي الموديل اللي هي معانا في كل حلقه نورهان، بس هي للاسف جالها ظرف النهارده ما عرفتش تيجي معانا، فاضطرينا نجيب اسراء. يعني طب ايه اشروع الحاجه اللي انت مثلا، في ناس بتبقى مش مقتدره ان هي تجيب حاجات تحافظ بيها على بشرتها. ده اللي انا بتكلم فيه، ان مش كلنا بنقدر ان احنا نجيب حاجات غاليه وكلام من ده. علشان كده انا قلت لك ايه، انت تنصحيهم بايه او الحاجات اللي هم يقدروا يعملوها حتى في البيت؟ في حاجات اللي انا قلتها دي يقدروا عادي، دي ماسكات طبيعيه وتقدر تعملها في البيت. تمام. دي ماسك تفتيح، ماسك برضو هي زي ما انا قلت لك اللي هو اول ماسك ده خالص ده تفتيح. تمام. اللي هو البودره وميه الورد. تمام. تقدر برضو بدل التونر تقدر تستخدم ميه الورد. جميله جدا. تمام. على البشره من غير تونر ومن غير اي حاجه. الغسول تقدر تجيب عادي غسول عادي. امكانياتها عادي، في غسول كتير بيبقى في الصيدلة، ايفا ونيتروجينا. أيوة. وفي حاجات كتير. بس تسلم ايدك بجد على الميك اب بتاع اسراء تحفه، ودايما طبعا زي ما انت عارفه ان الوقت الجميل مع حضرتك بيعدي بسرعه كل مره. تمام. بس انا عايزك توجهي رساله للناس اللي بتتفرج عليكي، يعني في 30 ثانيه كده تقولي فيها للناس اللي بتتابعك واللي بتتفرج عليكي، اذا كان اهلك عيلتك الكلاينت اللي عندك، تحبي توجهي لهم رساله ايه؟ والله انا يعني مش في الواقع هقول ايه. ايه هو انا بشكر، هو انا بشكركم طبعا اول حاجه. رساله توجهها لاهلك تقول لهم ايه؟ شكرا جدا. اهو طبعا بيدعموني كتير على فكره ووقفوا معايا كتير. مين اكتر صح شخص كان سبورت ليكي في الميك اب؟ ماما وبابا. في مجالك عامه ماما وبابا اكتر ناس. يعني انا اصلا كنت بحاول ان انا يعني اوصل للمجال ده كتير، بس طبعا يعني يعني هم اللي دعموني ان انا اوصل للحاجه دي. بس واخدت الكورس انا عايز اقول لك ان مامتها ايمي يعني ما شاء الله زي القمر. مش مصريه صح؟ لا مصريه. مصريه والله. مرتبطه؟ طيب ربنا يخليك يا رب. شو انت عايز اتجوز ده ولا ايه؟ طيب احنا في برنامج الجريئه والجميله يعني هنديك حاجه بسيطه كده، يعني شهاده لوجودك معانا عشان تبقي تفتكرينا. ميرسي. كل مره انت ما تتنسيش. اتفضلي يا استاذ شروق. دي حاجه بسيطه كده من البرنامج كنوع من انواع الدعم. ميرسي قوي. شكرا يا محمد. عايزين نوريها للناس. نوره اسراء. منوره يا شروق. شكرا جدا يا استاذه شروق. وبكده نكون انتهينا من الحلقه النهارده، يعني يا رب تكونوا استفدتوا منها. كان معظمها بنتكلم عن الميك اب وعن البشره وعن التجميل. ان شاء الله استنونا الثلاث الجاي الساعه 7 وبرنامج الجريئه الجميله. شكرا يا امي. شكرا يا محمد.